ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، ودلوقتي هنبدا نعمل وصفه لطيفه. الوصفه دي من غير اللحمه او الحشو اللي فيه لحمه مفرومه، نقدر نعمل كل خضار من غير اللحمه، فتصبح حاجه تنفع للصيام وتنفع للناس الفيجيتيريان اللي هم مش عاوزين ياكلوا حاجه فيها لحوم خالص، والزبده دي تبقى مكانها زيت. طيب انا هنا بصوا الرز اهو بدا شويه، بصوا حضراتكم شكله بدا ايه، يعني انا هديت النار عليه وسايباه بقى ايه يتشرب كده لحد ما، وقرن الفلفل بيبقى طافي كده على الوش، بيطلع نكهه بسيطه خالص تبقى مبسوط، يعني بيدي تيست بس خفيف ومش حار، ما بيبقاش الوصفه حاره ابدا. هنقفل ونيجي بقى نقول مقاديرنا. عندنا كوبيبه بتتعمل بالقمح اللي هو بيسموه الجريش والبرغل، بس انا كمان هضيف عليها مكون تاني اللي هو السميد، سميد البسبوسه. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي 3 كوبايات من القمح مجروش وناعم، قمح البليله اهو، اجيبه لكم كده بس يعني معلش عشان تشوفوه، ده قمح البليله. عندي كوبايه برغل ناعم، ربع كوبايه من السميد الناعم، كمون، ملح وفلفل اسود، وميه للعجن. ممكن مكان كوب السميد ده او ربع كوب السميد دقيق شوفان او دقيق ابيض لو تحبوا. للحشو عندي لحمه مفرومه، بصل مفروم، بقدونس مفروم، ولوز مجروش وده اختياري، بهارات لحمه وجوزة الطيب وملح وفلفل. يبقى عندي للاساس العجينه نفسها هي 3 كوبايات من القمح المجروش ناعم. لو هو عندي كده حب وجايباه اكياس، يا اما هنقيه من عند العطار لو هو مش اكياس واشطفه واسيبه يجف تماما، مش هعرف اطحنه طول ما هو لسه طري لانه هيديني زي العجينه كده، انا عايزاه باودر. طيب وعندي الكوبايه برغل وربع كوبايه من السميد او من دقيق شوفان او من الدقيق، وكمون وملح وفلفل وميه للعجن. تعالوا نبدا في الخطوه دي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي هنا هاخد كده كالاتي، ادي القمح اللي انا خدته طحنته في الطحانه، طحنته فين؟ في طحانه التوابل، طحانه التوابل اهو كده عشان حضراتكم تبقوا شايفين، دي طحنت التوابل. شوفوا لما كان مندي او كان لسه استل فيه شويه ميه واحنا طحناه بقى شويه ايه مرطب كده، عامل زي الايه الرمل المبلول. طيب هنحط شويه برغل اهو اهو، بصوا نخلط بس شويه برغل جاف كده. وعايزه اقول بس معلومه بالنسبه للتبوله، البرغل احنا بنحطه معلقتين برغل جاف، انا بحطها لما بيبقى دايما التبوله دي مش هاكلها دلوقتي، هاكلها على اخر اليوم مثلا، فانا بحط المعلقتين وبحط عليهم الاول عصير الليمون والزيت الزيتون، وبعدين بضيف بقيه الحاجات كلها فوق بعض ويتقلب فبيطرى، والبرغل ده بيبقى تمام جدا كاني نقعته. فده اختيار اللي عايز ينقعه ويصفيه لو هتاكلوها في ساعتها. طيب عندي شويه كده من السميد ده اختياري، او من دقيق الايه؟ او من دقيق الشوفان او من دقيق الابيض العادي كده. بصوا شويه كده، وادي التوابل، ادي التوابل، شوفوا شويه اهي من التوابل قدام حضراتكم عشان بس تبقوا عارفين اهو، وادي البهارات وهسيب منها شويه، وعندي جوزة الطيب، حطينا الكمون، جوزة الطيب كده، نقلب تقليبه كده، حط رشه ملح وفلفل، ادي رشه الفلفل وادي رشه الملح، خلاص ونقلب بس كده. وبعدين ناخد شويه ميه، واخد قصه جلافز كده عشان انا هعجن بايدي بميه عاديه خالص لحد كده، الوصفه لطيفه جدا. ميه كده بسم الله ده اهو، نعجن بقى فيها لحد ما تبقى عجينه ايه ماسكه نفسها شويه كده. معانا مياده. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف عظيمه، ازي حضرتك؟ اهلا بيك حبيبتي نورتينا. ربنا يخليكي، تسلم ايدك اولا على اي حاجه. تسلمي يا رب. ربنا يخليكي يا رب. انا جربت كذا وصفه من الحاجات قلتيهم الوصفات الطبيعيه، فبصراحه يعني نتيجه فوق الممتاز. يا رب يخليكي. الله يخليكي. فانا بقى معلش هستاذنك، حضرتك كنت قلتي وصفه لتطويل الشعر.
دي اقدر اعملها كم مره؟ دي هتبقى مثلا في الاسبوع 3 مرات. 3 مرات. طب هل مثلا لما يعني ما احطها على شعري، شعري يكون فيه نضيف او زيت؟ لا مخفوق. لا لا نضيف، الشعر نضيف ونحطها وما نحطش يا ريت بعدها كريم ولا زيت عشان ما يقفلش المسام بس. خلاص يا شيف، ربنا يخليكي. تسلميلي حبيبتي، تسلمي. هجربها واقول لحضرتك برضو ان شاء الله. على راسي. على راسي. على راسي حبيبتي. حضرتك اشكرك يا روحي، اشكرك. حفظ الله. مع السلامه حبيبتي. مع السلامه. الله يسلمك. مينا بس كده عايزه اجرب هنا. حلو، بس لازم تاخد ايه شويه تدور في الطحانه. هتقولي الطحانه لو سمحت، طحانه الايه، التوابل او الكبه لو عندك، لازم تدور شويه. انا هسيبها هنا كده شويه بجنب، وده لان القمح احنا عاملينه شويه مجروش خشن، عشان كده انا بقول لحضرتك دايما لازم نصفي الحاجه من خلال منخل، حتى لو عملنا شويه سكر بودره او لو طحنا حتى دقيق رز. ناخد بقى ايه طاسه كده ونشوح هنا. بسم الله. هنا ناخد كده معلقه زيت زيتون، وهاخد بقى البصل، بصل كده مكعبات، وهحط طبعا مع البصل رشه ملح وفلفل حالا علشان ايه كده، رشه ملح وفلفل، ونبدا نشوح شويه كده عشان نخلي الايه البصلايه تتشوح. بصوا، ونحط بقى بعد كده اللحمه المفرومه اللي هنعمل فيها الحشو. ممكن بقى مكان اللحمه دي احط خضار، خضار زي البسله، زي المشروم، زي البروكلي، زي الخضار مشكل اللي انتوا حابينه، يعني اللي حضراتكم تحبوه مفيش مشكله فيه اهو. وبعدين عندي بقى رشه البهارات، وعندي شويه اللوز، وعندي شويه من البقدونس. بصوا هقلب كده كده، دي حشو، خلوها تبقى جافه عشان ما تبقاش مبلوله، علشان الكبيبه ما تتبلش منه. انا ممكن اخد كده شويه من الطحانه دي، اخد شويه من العجينه هنا اجرب، او في الكبه ممكن ادورها في الكبه كمان احسن. خليني اعملها في الكبه، اعملها كده في الكبه نجرب. حته كمان وندورها كده حلو عشان ايه ننعمها شويه، يعني تدخل ندخل الخليط اكتر في بعضه. بس ايه بعد ده كده سنه. بسم الله. كده الخليط بدا يبقى زي، بصوا زي المعجون، انا عايزاها تبقى زي المعجون كده شويه. نزل بس هنا كده بالراحه. بصوا الجمال، تعالوا بقى نرفع كده، ناخد الكميه دي، المفروض بقى تسقع شويه بس انا هوريها لحضراتكم عشان تمسك معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الحشو هوريه لكم برده بقى متماسك ازاي. بصوا بقى احنا بقى بناخدها كده، ادي الحشو قدام حضراتكم اهو، وادي الكبيبه او العجينه اللي احنا عملناها. تحشوها بقى اي حاجه،
زي ما اتفقنا. وعلى فكره هي بالخضار هتبقى تجنن برضو، يعني مش هتقول لا، بس احنا بنقول على حسب ما انتوا تحبوا، تقدروا تحطوا مكان اللوز ده اي حاجه تانية، وتقدروا ما تحطوهوش خالص، ونقدر نعملها زي ما قلنا فلفل الوان وبروكلي ومشروم، وتبقى حاجات كده جميله. خليني بقى ايه اخد كده مثلا طبق ده واشكل كده كام واحده. بسم الله. المفروض تسقع، لازم تسقع العجينه. بصوا بقى العجينه هنا بقت ايه ماسكه اكتر من الاول ازاي، لان انا طبعا لو هطحن القمح في البيض وده الاكيد، يا اما لو حضراتكم قدرتوا مع خليني معلش احط طاسه الزيت على النار، لو حضراتكم قدرتوا تخلوا العطار نفسه يطحن يبقى افضل. هعمل كده، وعايزه اجيب كوبايه ميه ساقعه جنبي، شويه ميه ساقعين، لو ممكن تلجتين كمان سايحين في الميه هنا يبقى تمام. هاخد بس بايدي كده عشان ايه، اهي كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، واخد معلقه صغيره او معلقه اكل عاديه وحشي، سيبوها تسقع شويه قبل التحمير، هيفرق مع حضراتكم قوي. بصوا الخليط ناشف ازاي اهو كده جوه، وهبدا اعلى بيه، اقفل بس، اقفل على الكوبيب كده اهو. بصوا بقى الجمال، بصوا بس عشان تبقوا انتوا شايفين. بالميه بقى المتلجه اللي هي فيها تلج بعمل كده عشان اديها الشكل اللي ايه اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا نقدر نعمل لها بوز من هنا، ونقدر نخليها زي ما هي كده، انا هخليها زي ما هي كده خلاص، مش هعمل لها بوزين من ناحيتين يعني، اهي هحطها كده. وطبعا تسقعوها، ونعمل كام واحده كده بنفس الطريقه. بس هستسمح حضراتكم نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكمل، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بحمر الكوبيب، عملنا كام واحده كده، بس انا بقول لحضراتكم عشان تحصلوا على نتيجه حلوه يا ريت حضراتكم يعني ايه تسقعوها شويه بس، شويه بس خلاص، وتتحمر كده حلو. ممكن تدخل الفرن على فكره، يعني ممكن كمان تبقى في الفرن. بصوا من الحاجات الجميله برضو، وصفه جميله، وتعملوا منها اساس اي كوبيبه، اي حشو انتم عاوزينه. عندكم بقى شويه لحمه مفرومه، شويه فراخ، الله الله بتبقى تجنن اهو كده. حمر هنا، وصفتها بسيطه، واستفيدوا بقى من الايه الوصفه اللي هي غير التقليديه للفريم بتاع الكوبيبه اللي احنا متعودين عليها دايما تبقى بلحمه وكميه برغل، فدي حلوه جدا واقتصاديه للي حابب يعمل حاجه اقتصاديه. ادي الرز، بصوا ادي الرز، ونشيل بقى دول، هنحتفظ عادي جدا بالباقي ده، نحطه كده في الفريزر لاي وقت تاني عايزين نعمل منه شويه اهو. بصوا ادي الرز اهو، بصوا بصوا بقى محتفظ بنفسه ازاي. بصوا الفراخ استوت، كل ده تمام. بصوا كمان القرع، بصوا القرع، بصوا القرع مستوي كله، بس بقى ماسك نفسه، وده المهم في الموضوع خلاص اهو كده. نشرب بقى اخر شويه باقيين، وانا بظبط في الكوبيبه اهو. وايه، ونشكر طبعا اصدقائنا على التطبيقات الجميله. بصوا الكوبيبه بقت جميله ازاي، فدي وصفه للكوبيبه اقتصاديه. يا ريت حضراتكم اللي حابب يعمل كميه كوبيبه حلوه ويحشي بس جوه لحمه مفرومه، هتبقى اقتصاديه معاكم جدا. من الحاجات الحلوه يعني، ممكن تنفع في العزومات الكبيره وتبقى جميله. طيب هو ادهوني حالا، فين وحبيبي؟ اهو تمام، شكرا. لا خلاص تمام، لقيته الحمد لله. كده بصوا الجمال، كده كده عندي وصفه سريعه لفرخه لطيفه. بصوا هقول لكم بس مقادير التتبيله بس. بصوا الجمال اهو، وهقول لكم مقاديرها سريعا، هي كلها حاجات فوق بعض تحط فيها الفرخه وشكرا. تعالوا نقولها بسرعه معانا. الفراخ من الحاجات، ربع كوبايه من زيت الزيتون، ربع كوبايه من الخل،
نص كوباية من عصير الليمون، معلقتين كبار عسل. لا استنوني بس، انتوا تقولوا قولي تاني. معلقة صغيرة شطة، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة ريحان مجفف، ومعلقة صغيرة نعناع مجفف، ومعلقة صغيرة توم باودر. الله الله على الريحة. ومعلقة صغيرة جنزبيل باودر، وعندنا كمان ملح وفلفل اسود. الله على الريحة، والله على الزعفران، والله على الجمال، والله الله 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 الله. مش قادرة اقول لكم الوصفة دي، ان شاء الله يا رب يا رب يعني تجربوها وتعجب حضراتكم. خليني بس ايه امسح كده الحروف. بصوا الزعفران ادى لون حلو ازاي، شايفين الجمال يعني. والبطاطس اهي مستوية، وطبعا القرع والقرن الفلفل اهو، بصوا الجمال. طبعا لو حضراتكم عندكم شوية لوز حلوين عايزين تضيفوهم مفيش اي مشكلة خالص. شوية رز يجننوا مع شوية الفراخ، والميزة انه في طبق واحد او حلة واحدة، وظبطنا الايه الوصفة بتاعتنا. انا نزلت بس وصفة الفراخ دي لسبب، لان في اصدقائنا كانوا مستنيين النهاردة وصفة سريعة يعملوا فيها الفراخ. ان شاء الله باذن الله هنعملها مع بعض في حلقة بتاعت بكرة، علشان تعرفوا الفرخة دي بنسيبها في التتبيلة قد ايه، والتتبيلة الحلوة دي بتطلع الفرخة طعمها عامل ازاي. يا رب ان وصفات النهاردة تكون نالت اعجابكم. عملنا النهاردة الكوبيبة بطريقة اقتصادية، ان اصدقائنا كتير طلبوا وقالوا بتبقى مكلفة، عايزين نعمل حاجة بسيطة وسهلة يعني غير البرغل، لانهم ما بيحبوش يتعاملوا مع البرغل بكميات كبيرة. فاحنا النهاردة حاولنا نعملها مع القمح المطحون، وعملنا كمان شويه مع البرغل عشان تاخد من طعم الكويبه اللي احنا عارفينها، وحطيت شويه من السميد او ممكن زي ما قلت دقيق شوفان او دقيق. وعملنا العجينه دي احشوها كما تشاؤوا، وعملنا كمان الرز بالطريقه اللطيفه دي. اتمنى يا رب انه ينول اعجاب حضراتكم، لانه من الحاجات برضو اللي طعمها حلو قوي مختلفه، وطعم البطاطس والقرع بيدي تيست كده حلو وينفع بطاطا. تعالوا بقى تجربوه وتبعتوا لنا التطبيقات عشان اقدر اعرضها. واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.